طيب دكتور، بالعودة إلى الفئات العمرية الصغيرة التي سيشرع في تلقيحها، من هم فوق 12 فما فوق، أي التلاميذ وقبل ذلك شرع في تلقيح الطلبة؟ يعني هناك حديث عن أن سيكون هناك شرط أن تكون ملقحا حتى تتمكن من التسجيل في المؤسسات من الحضور لتلقي الدروس، هل يعني هذا إجبارية؟ لا، هو المغرب اختار أن يوفر اللقاحات لجميع الفئات، واختار أن اللقاح يكون مجاني وكذلك متاح للجميع واختياري. ولكن هذا بالنسبة للفرد، للفرد يمكن أن يرفض التلقيح، ولكن كاين واحد المسؤولية الجماعية ديال الفرد بالنسبة للجماعة دياله. المؤسسات أصبحت في جميع دول العالم تفرض جواز التلقيح، هذا تحصيل وحاصل، وخصنا باش يكون التعليم حضوري، لأن ملي كيكون التعليم حضوري كيكون آمن وكيكون متلقي وفعل. كيكون واحد التفاعل بينه وبين الأستاذ. هذا التعليم الحضوري هو مزيان، هو مرحب به، وهو عنده النتائج ديالو مزيانة بزاف، ولكن خص التلاميذ يكونوا ملقحين، لأنه غادي يحميو الأستاذ ديالهم، وغادي يحميو الطلبة اللي معاهم، وغادي يحميو حتى العائلة ديالهم. مكره أخاك لا بطل فضل. الطلبة المقبلون على الدخول الجامعي البالغين 18 سنة فما فوق بدورهم أتوا إلى المركز لتلقي اللقاح، ولضمان دخول المدرسيين آمن سيتم المرور ابتداء من الأسبوع المقبل للفئات أقل من 18 سنة. جيت بغيت نتلقح الجلبة الأولى باش على حسب القبول ديال الدخول الجامعي. جيت اليوم نتلقى الجرعة الثانية ديال التلقيح، منها باش نحمي راسي ونحمي الوسط فين عايشه. منذ يومين استفادت الفئه العمريه 18 سنه بهذه العمليه، وهو شيء مهم نظرا لاقتراب موسم الدخول الجامعي والمدرسي، وتنعرفوا هذه الفئه العمريه تتميز واحد الحركيه والنشاط، يعني ان شاء الله مع الدخول المدرسي يكونوا داروا الجرعه الثانيه وتكون واحد اكتساب ديال المناعه في انتظار المرور للفئات العمريه الاقل سنا ابتداء ان شاء الله من الاسبوع المقبل.